ايه اللي ممكن يجي في بالك لو قلت لك اني لابس تيشيرت مستعمل؟ فقير، بخيل، بيئه؟ ايوه بيئه. بحكم دراستي لهندسه البيئه لمده 4 سنين وان دي مهمتي في الحياه لل50 سنة الجايين، فانا واحد بيئه وهعلمكم انتوا كمان ازاي تكونوا بيئه. نرجع تاني للتيشيرت. انا ممكن اكون وفرت شويه فلوس لما اشتريت التيشيرت المستعمل، بس انا كمان وفرت 2700 لتر ميه بيروحوا في صناعه التيشيرت، معظمهم بيروحوا لري القطن. ال 2700 لتر ميه دول ممكن يكفوا شخص انه يشرب لمده 2.5 سنين. مش بس كده، كمان احنا عشان نلون التيشيرت بنستخدم صبغات فيها مواد مضره بالبيئه. الميه اللي فيها بواقي الصبغات دي بتنزل في مخزون الكوكب من الميه وبتلوثه. وزي اي حاجه في الدنيا، عشان ننتج تيشيرت محتاجين طاقه، يعني وقود احفوري بيتحرق ويطلع كربون دايكسايد في الجو. ومع كل تيشيرت بينتج 15 ضعف وزن التيشيرت من الكربون دايكسايد بيطلع في الجو. يعني عشان ننتج 1,000,000 تيشيرت بنطلع انبعاثات، زي انبعاثات عربيه بتروح من الارض للقمر وترجع تاني. الموضوع مش شويه كربون دايكسايد في الجو ولا ميه ملوثه، الموضوع اكبر من كده بكتير. الهواء ده احنا بنتنفسه، والميه دي احنا بنشربها وبنروي بيها الزرع اللي بناكله. الهواء والميه والتربه هي دي البيئه اللي احنا وملايين الكائنات التانيه عايشين عليها من ملايين السنين. هيحصل ايه لما كل ده يبقى ملوث؟ ببساطه احنا مش هنبقى عايشين. مش بس كده كمان، احنا استهلكنا معظم مصادر الطاقه اللي الارض اخذت ملايين السنين عشان تنتجها. لوثنا معظم مخزون الكوكب من المياه العذبه على الارض. رفعنا نسب الكربون دايكسايد في الجو لارقام الكوكب عمره ما شافها في تاريخه. ايه اللي هيحصل؟ الكوكب هيبدا يحس بالخطر. وهيحصل ايه لما تبدا تحس بالخطر؟ هتعمل حرب. بس ببساطه الانسان ما يقدرش يعمل معاهده سلام مع الكوكب. الجراف ده بيوري ان نسب الكربون دايكسايد في الجو ارتفعت ب 25% في 60 سنة اللي فاتوا، وده ادى ان بقى عندنا احتباس حراري، يعني الاماكن الحر بقت حر اكتر والاماكن الساقعه بقت ساقعه اكتر. وزي ما كلنا ملاحظين ان الشتاء في مصر بقى تقريبا 2 شهر بس. مش بس كده كمان، الاحتباس الحراري ده رفع متوسط درجه حراره الكوكب بدرجه واحده مئويه. درجة واحدة مش كتير، بس الدرجة دي هي اللي خلت التلج في القطب الشمالي يدوب. دي صورة الدب القطبي قبل وبعد ما الاحتباس الحراري يأثر عليه. طب واحنا مالنا بالدب القطبي؟ احنا هنا في امان. التلج الدايب ده هيرفع متوسط منسوب سطح البحر بنص متر في سنة 2050 تيكينج البيز لاين 1980. طب وهيحصل ايه لما منسوب سطح البحر يرتفع؟ على حسب دراسة علمية من جامعة اسكندرية، بالمناسبة الباحثين لما بيتوصلوا لنتائج عندهم اختيارين، الاختيار الاول انهم يعملوه صوابع كفتة، والاختيار الثاني انهم ينشروه. البحث بيقول ان لما منسوب سطح البحر في اسكندرية يعلى بنص متر في سنة 2050، 70% من مدينة اسكندرية هتعوم في البحر. يعني لو طفل واقف على الشط النهاردة وقف في نفس المكان سنة 2050 هيغرق. دي صورة اسكندرية وهي غرقانة السنة اللي فاتت، ومع الوقت المية دي هتفضل تعلى وتعلى وتعلى، واحنا عارفين ايه اللي هيحصل بعدها. في المستقبل هنشوف تقلبات كتير في المناخ ودرجات الحرارة، هنشوف فيضانات واعاصير اكتر، وهنشوف كمان تقلبات في ترندز هجرة الطيور والاسماك. تخيل كده معايا، انت كل يوم بتروح البيت الساعة 2 الظهر وبتتغدى على طول، بس بسبب ظروف الشغل بقيت تروح الساعة 1، فبتضطر تستنى ساعة كاملة عشان تتغدى. هيحصل ايه؟ هتتضايق شوية؟ هتتضايق، مش هتموت، بس ده اللي بيحصل للطيور المهاجرة. يعني بسبب الاحتباس الحراري الصيف بقى بيجي بدري شهر، والطيور بتهاجر مع بداية الصيف. بس لما الطيور بتهاجر ما بتلاقيش الاكل بتاعها جاهز، بس هي هنا مش هتتضايق زينا، هي هنا حياتها مهددة بالانقراض. تاني حاجة المية، مش هنلاقي مية. ليه؟ عشان كل يوم 2,000,000 طن مية صرف صحي ونفايات بتترمي على المسطحات المائية في الكوكب.
2 مليون طن، ده بيعادل وزن كل سكان دولة بحجم مصر. المية فيها مواد مسرطنة ومواد مضرة وبكتيريا وفيروسات بتحمل مئات الأمراض. لو عمرك فكرت ليه المصريين عندهم أعلى نسبة فشل كلوي في العالم، أعتقد أنت دلوقتي عندك الإجابة. التلوث ده كمان بيهدد أن 50% من الفريش ووتر سبيسيز أو الحيوانات اللي بتعيش في المياه العذبة أنها تبقى مهددة بالانقراض. مش بس كده، كل 20 ثانية في طفل بيفقد حياته بسبب تلوث المياه. في يوم من الأيام الطفل ده ممكن يكون ابني أو ابنك. 70% من المياه على كوكب الأرض بتروح للزراعة، بس مع زيادة تعداد السكان احنا محتاجين مياه أكتر، مبيدات أكتر، وأسمدة أكتر. بس للأسف الزيادة دي الأرض مش هتقدر تستحملها، وهتتسرب وتنزل في مخزون الكوكب من المياه. الأسمدة هتدي بيئة خصبة للبكتيريا إن هي تنمو وتنقل أمراض أكتر، والمبيدات هتتركز في الأسماك اللي بناكلها. طب لو قلنا حد هنا بيحب ياكل سمك، ممكن كده اللي بيحب السمك يرفع ايده؟ في الغالب يعني كلنا اسكندرانية اكيد كلنا بنحب السمك. على حسب دراسة علمية في جامعة اسكندرية بتقول ان السمك في كل البحيرات المصرية في نسب وتركيزات عالية من مواد مسرطنة ومبيدات، والسمك غير صالح للاستهلاك الادمي، وفي الغالب السمك بيموت قبل ما يوصل لنا. يعني هل احنا بنتعلم من التاريخ؟ الأمراض اللي كانت سبب في انهيار حضارات زمان زي الكوليرا والتايفويد والملاريا لسه بتهددنا في القرن 21. أنا متأكد إن في 60 سنة اللي فاتوا السمك اتعلم ما يروحش ناحية مية الصرف الصحي، بس للأسف المصريين كلهم لسه ما تعلموش ده. 70% هي نسب 70% من ميزانية الصحة في مصر بتروح على الأمراض اللي سببها التلوث البيئي. 60 مليون هم عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية. تفتكروا محتاجين كم صاروخ كم حرب عشان نقتل 60 مليون بني آدم؟ ببساطة ولا واحدة، عشان كل سنة 60 مليون بني آدم بيفقدوا حياتهم بسبب التلوث البيئي. البكتيريا والفيروسات هم أحد أكبر مسببات الوفيات في العالم بسبب التلوث البيئي، بس الفرق ما بيننا وما بينهم إنهم لما بيقتلوا هما مش عارفين هما بيعملوا ايه، لكن البشر لما بيموتوا هما عارفين كويس قوي هما بيعملوا ايه. على حسب السجل الاحفوري للارض من 250 مليون سنة اعماق المحيطات فقدت الاكسجين الدايب فيها، وده كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي كان بسبب فينومينا حصلت شبه اللي بتحصل دلوقتي زي الجلوبال وورمينج والكلايمت تشينج. لما المحيطات فقدت الاكسجين ده ادى فرصه للبكتيريا اللي بتنمو من غير اكسجين انها تكبر وتنتج غاز سام اسمه هيدروجين سلفايد. لما الغاز ده وصل لنسب الارض ما قدرتش تحتويه اتسرب وطلع للجو، وكان سبب ان 90% من الكائنات على كوكب الارض وقتها انقرضت. دي واحده من 5 حوادث انقراض جماعي على كوكب الارض في الفتره دي، وفي الغالب ده ممكن يحصل لنا لو استمرينا في نفس وتيرة الحرب على الكوكب. هل العلم بيقدم حلول؟ هي فعلا المشكلة كبيرة، بس والعلم كمان بيقدم لها حلول. العلماء في السويد عملوا بنك للبذور عشان يحموها من الاندثار، وعشان لما يحصل انقراض جماعي اللي هيتبقى مننا يقدر يكمل. بس هل كل الحلول متجهة إلى أن الجنس البشري خلاص هينقرض؟ لا، مجموعة كبيرة من العلماء في 35 دولة بيحاولوا ينتجوا الطاقة من تفاعل الاندماج النووي، ده نفس التفاعل اللي بينتج طاقة النجوم والشمس. في الانترناشنال ثيرمو نيوكلير اكسبيرمنتال رياكتور بيستخدموا الهيدروجين كوقود، بيسخنوه ل 150 مليون درجة مئوية بيتحول لبلازما، ومع اندماج ذرتين من الهيدروجين في البلازما بنقدر ننتج طاقة تعادل 10 أضعاف الطاقة اللي بدأنا بيها التفاعل. يعني you basically بتحط شوية طاقة وتاخد 10 أضعافها. It's like something for nothing. مشكلة الكربون دايكسايد هي في الغالب مش هتفضل موجودة على طول في الجو، عشان العلماء بيقدروا يحفزوا السلف أسمبلي أو التجمع الذاتي لمجموعة من الذرات عشان تكون الميتال أورجانيك فريمورك.
دي عبارة عن أقفاص صغيرة مساحة سطحها عالية لدرجة إننا لو فرشنا جرام واحد منها هيغطي 3 ملاعب كورة. الميتال أورجانيك فريمورك عندها أفينيتي أو قدرة عالية إن هي تحبس جواها الكربون دايكسايد، وفي الغالب ده هيكون حل لمشكلة انبعاثات الكربون على الكوكب. العلماء قدروا يعدلوا في المادة الوراثية لنوع من البكتيريا، وهو أحد أكبر البكتيريا الناقلة للأمراض اسمها الإشيريشيا كولاي. بدل ما البكتيريا دي بتستخدم سيمبل شوجر وتنتج كربون دايكسايد، بقت بتستخدم الكربون دايكسايد وتنتج سيمبل شوجر. ده هيفيدنا في إيه؟ ده في الغالب بيقدم حل لمشكلة زيادة الطلب على الغذاء بسبب زيادة التعداد السكاني. وكمان العلماء قدروا يطوروا نوع من البكتيريا بيمتص الكربون دايكسايد وينتج باي فيول كمصدر بديل للطاقة ومن غير ما يلوث البيئة. البكتيريا اللي كانت بتقتلنا زمان من غير ما تعرف، دلوقتي بتساعدنا ان احنا نوجد حلول لمشاكل الارض. Microbial Desalination Fuel Cell، ده سكيماتيك دايجرام لجهاز طوره اليابانيين في 2009. ببساطة انت بتحط للجهاز ده مية صرف ومية بحر، وبتفاعل كيميائي معين بيعتمد على البكتيريا اللي في مية الصرف. الجهاز بينتج كهرباء وبيحلي مية البحر وبينقي مية الصرف. زي ما احنا شايفين الجهاز فيه كومبوننتس كتير جدا. في الجامعة اشتغلنا على تحسين كفاءة الكاثود، ورحنا بالمشروع ده مسابقة لطلاب الهندسة في تركيا واخدنا المركز الأول في الصيف. في الصيف اشتغلت مع مجموعة بحثية في ألمانيا على تطوير الممبرين، وده جزء مهم جدا من الجهاز. في الغالب البحث العلمي بياخد وقت وجهد كتير عشان تقدر تطلع منتج للسوق، عشان كده في مجموعات بحثية كتير جدا على مستوى العالم بتشتغل على تحسين كفاءة الجهاز ده. دي صورة للفريق بتاعنا في اسطنبول، ودي صورة من التجربة بتاعتنا في ألمانيا. العلم بيقدم حلول، ولو ركزنا هنلاقي ان معظم الحلول بتيجي من أصل المشكلة. يعني البكتيريا اللي كانت بتضرنا زمان دلوقتي بتنفعنا. يبقى عشان نوصل لحل محتاجين نفهم المشكلة بعمق. طيب مصر بتعمل ايه في موضوع التلوث البيئي ده؟ يعني we are basically doing the absolute required minimum، يعني احنا تقريبا ما بنعملش حاجة. طب وانت ممكن تعمل ايه؟ اكيد جه في بالك دلوقتي وانا مالي، هي جت عليا، هو انا يعني اللي هفرق؟ يعني لو حد جنبك رمى زبالة وقال لك هي جت عليا، اديله على قفاه وقول له ايوه جت عليك. لما كلنا نهتم هنبقى كلنا تروس صغيرة في مكنة كبيرة مهمتها ان هي تحافظ على الكوكب. الحلول كتيرة قوي، مش لازم انك تلبس تيشيرت مستعمل زيي، بس على الاقل اقفل الحنفية لو مش بتستخدمها، ارمي الزبالة في مكانها ما تولعش فيها، اركب مواصلات عامة، اتمشى، خد عجلة، والاهم من ده انك تقرا. روح ودور على how to save the environment، اقرا عن موضوع التلوث البيئي والتوابع بتاعته. واهم من ده كله علم نفسك وعلم اولادك، عشان لو ما زودتش انت حاجه للكوكب فانت زايد عليه. فاكرين في ثوره 25 يناير لما كلنا نزلنا ننظف الشوارع وقلنا مصر دي بتاعتنا؟ احنا النهارده كمان هنقف ونقول الكوكب ده بتاعنا. شكرا.